الفنانة مها أحمد من موهوبة في الفن إلى افتعال المشاكل. الفنانة مها أحمد بتعتبر من الفنانات الذين يتمتعون بموهبة كبيرة، حيث قد قدمت الكثير من الأعمال مع كبار النجوم، وقد تميزت بخفة دمها على الشاشة، ولكن سرعان ما اختفت من الساحة بسبب قلة الأعمال التي تشارك فيها، وقد أصبح لها الكثير من المشاكل داخل وخارج الوسط الفني. بتعتبر مها أحمد من الشخصيات الفنية التي واجهت العديد من المشاكل في الآونة الأخيرة، حيث كان من أبرزها أزمة مها وأحمد السقا. بدأت الأزمة بعدما وجهت مها أحمد عدة اتهامات لأحمد السقا وأمير كرارة بأنهم لم يهتموا بها بعدما طلبت منهم العمل معهم، لأنها منذ فترة طويلة لم تعمل وتحب أن تعود إلى العمل والتمثيل، خاصة إنها بعدما فقدت وزنها لم يعد أحد يهتم بترشيحها. وقصت مها عدة مواقف مع أحمد السقا وأمير كرارة جعلت الطرفان يردوا، فكان الرد من طرف السقا من خلال شقيقته ووالدته، ولكنه لم يتحدث عن تلك الأزمة. أما الطرف الآخر فكان أمير كرارة والذي رد بنفسه. على مدار 3 أسابيع تعرضت الفنانة مها أحمد تهم كثيرة، منها الفسق بسبب إجراءها حوار مع شاب ذو ميول غريبة عبر تطبيق ميجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مها وأزمة الفيديوهات، الانتقادات الموجهة إلى مها من قبل الجمهور عن الفيديوهات والصور التي تشاركها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. قالت الفنانة الانتقادات ديت لا معنى لها، لأن دي حياتي الشخصية وأنا حرة فيها، اللي عايز ينتقدني ينتقدني في أعمالي الفنية، لكن حياتي الشخصية محدش ليه دخل فيها. تعيش الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل ظروفا سيئة بعد تعرضهما لأزمات خلال الفترة الأخيرة. البداية كانت عند منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشره عادل ابن الفنانة مها أحمد ومجدي كامل، أكد من خلاله تعرض الأسرة لمشاكل وصدمات متتالية، فضلا عن إصابته بمرض نادر وغرق منزلهم بالكامل، وفشل علاقته العاطفية التي لم تستمر سوى عام ونصف العام، ووفاة أحد أصدقائه المقربين. أثار هذا المنشور جدلا كبيرا عبر صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، وشاركه جمهور الفنانة مها أحمد ما اضطرها لتوضيح تفاصيل تلك المحن التي تعيشها من خلال برنامج التاسعة، وأوضحت أنها سافرت مع أسرتها إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية قصيرة، فكانت تفقد حياتها مرتين، الأولى عندما تعرضت لحادث سير ولكن العناية الإلهية أنقذتها، والثانية عندما كانت تقف على شاطئ البحر بجوار زوجها لتفاجئ بموجة عالية تركي بكل منهما في اتجاه بعيدا عن الآخر، ومعروف عنها عدم قدرتها على السباحة فأنقذها زوجها بصعوبة. وعند عودتها إلى القاهرة فوجئت مها أحمد بغرق المنزل بالكامل وتحطم جميع مكوناته، قائلة شقى عمرنا كله راح وقاعدين على البلاط. لم تكن هذه فقط هي أزمات مها أحمد، ولكنها كشفت تعرضهم لأزمة صحية شديدة هي وابنها عادل استمرت شهورا، وكان هناك الشبه بإصابتهما بكورونا إلا أن الفحوصات أثبتت غير ذلك. وتحدث الفنان مجدي كامل وأوضح أنهم مصابون بالحسد، ولكنه حرص على توجيه رسالة للشباب بالتفاؤل والتقرب من الله، مؤكدا أن ابنه أحمد من ذوي القدرات الخاصة معزول في غرفة بمفرده خوفا عليه من الإصابة بفيروس كورونا نظرا لضعف مناعته، وعلى رغم ذلك لم ينج هذا الشاب من العين والحسد. وطالب مجدي كامل المشاهدين بعدم الحكم على حياة الآخرين من خلال الصور والمنشورات التي تنشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فما يختبئ خلفها لا يعلمه إلا الله ولا ينجو أحد من الابتلاءات. ماذا قال مجدي كامل عن ارتباط ابنه بريهام حجاج بعد انتشار صورة تجمع بين الفنانة ريهام حجاج وعادل مجدي كامل ابن الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد؟ وقبل أن تتزوج الفنانة ريهام حجاج بأحمد حلاوة كان هناك انتشار أخبار تفيد بوجود علاقة عاطفية تجمع بين عادل مجدي كامل وريهام حجاج. خرج الفنان مجدي كامل ليوضح شكل العلاقة بين ابنه وريهام حجاج. قال مجدي كامل إنه وزوجته مها أحمد يعمل بمجال الفن، ومن الطبيعي أن يلتقط ابنه مع عادل صور مع فنانين نافيًا وجود أي علاقة عاطفية بين ابنه وبين أي فنانة سواء ريهام حجاج أو منى عرفة. وكشف مجدي كامل أن علاقة ابنه بمنى عرفة علاقة صداقة منذ أن كان أطفالًا في السابعة من عمرهما. الفنان مجدي كامل
يكشف للمرة الأولى عن ابنه الذي أخفاه عن الإعلام تعرفه على سبب إخفائه. نشر الفنان مجدي كامل صور لابنه الأكبر أحمد البالغ من العمر 22 عاماً على حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام أثناء تواجدهما في ألمانيا للعلاج، خاصة وأن أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أحمد للإعلام. كان كل من مجدي كامل وزوجتهما أحمد قد كشف من قبل أن الله رزقهما بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو بالنسبة لهما الحياة ونورها. الفنانة مها أحمد بعد كشفها مرض ابنها الحرج، هذا آخر ما كتبته مها أحمد عنه وأبكى محبيها. أبكت الفنانة مها أحمد كل متابعيها على إنستجرام من فرط سعادتهم بعد أن كتبت لكل محبيها خبرا صار، وهو أن ابنها الأكبر المريض استجاب للعلاج وأصبح أحسن حالا. وزفت مها أحمد الخبر السعيد بخصوص ابنها المريض لكل محبيها لتقول: الحمد لله، ربنا كبير، ربنا كريم، رضاني أنا ومجدي، الحمد لله على كل شيء، بشكركم على دعواتكم واهتمامكم بالسؤال عن صحة ابني، كل حاجة حلوة من عند ربي، أنا راضية بنعم ربنا عليا. أحمد الهوى والمية والنور، أحمد الحياة، أحمد نعمة ربي ورضاه علينا، أشكرك يا رب. وبسبب كلمات مها أحمد عن ابنها وشفائه بحمد الله أبدأ محبوها تأثرهم الشديد من رسالتها عنه، داعين الله أن يظل دوما هو سبب سعادتها في الحياة هي وزوجها الفنان مجدي كامل. وكانت مها أحمد قد أحزنت محبيها منذ أسبوعين تقريبا عندما طلبت منهم أن يدعو لابنها الأكبر أحمد لأنه مريض للغاية، الأمر الذي أحزن متابعيها بشدة من جراء الخبر الصعب. وكشفت مها أحمد فيما بعد أن ابنها أصبح أفضل حالا ولكنه ما زال تحت العلاج، نافية أن يكون قد تم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج بالمنزل. ولدت الفنانة الكوميدية مها أحمد في القاهرة عام 1974، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية حيث التقت بالفنان مجدي كامل الذي أصبح زوجها وأنجب 3 أطفال. أثناء دراستها في المعهد في التسعينيات شاركت مها أحمد في أدوار صغيرة دخلت بها عالم التمثيل الحقيقي، ومنها مسلسل سور مجرى العيون وفيلم حرب الفراولة ومسلسل ستات ما يعملوش كده ومسلسل الوتد ومسلسل ترويض الشرسة ومسلسل مرفوع مؤقتا من الخدمة. خلال السنوات الماضية بدأ نجمها بالصعود مؤكدا على موهبتها التمثيلية المدعومة بخفة دمها، فقدمت مختلف الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح، ومسرحية دستور يا سيادنا، ومسلسل أوبرا عايدة، ومسلسل خليج جريء، وفيلم جلا جلا، والمسلسل الإذاعي تحسين وإخواته المجانين، ومسلسل هو جرى إيه، وفيلم لخمة راس، وفيلم عبد مواسم، ومسلسل قلب الخطر. وفي عام 2010 شاركت مها أحمد في سيت كوم قناة أطفالكم ومسلسل أيام الحب والشقاوة. عام 2011 شاركت مها أحمد في المسلسل الإذاعي عثمان 11 وفيلم شارع الهرم.